السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنسافر بكم حتى لآسيا وغنحضروا مع بعض سباكيتي بالطريقة الآسيوية. كتجي لذيذة بزاف بزاف، سهلة في التحضير، غنية بالخضار، وأكيد إلا جربتيها غادي تعجبك بزاف بزاف. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها في هذا الفيديو من الأول للآخر. اول شيء غادي ناخذ قطع من صدر ديال الدجاج، ممكن ديروا الكميه اللي بغيتو، ماشي شرط تكون كثيره او قليله، اللي بغيتو وعلى حسب شحال غديروا من سباكيتي وعلى حسب طبعا عدد افراد الاسره. المهم اننا ندير واحد القطع لانها تقلب وحدها، فما يكونش عندها بصراحه شي تاثير على الوصفه، غتجي لذيذه في جميع الاحوال. ممكن ديروا اللحم اللي عندكم، يعني شرائح اللحم تاهما تقطعوهم بهذا الشكل، هما كياخذوا شويه الوقت في التقلي ديالهم، خاصنا نقطعوهم شويه رقاق. هنا عندنا جوج فصوص من الثوم، غادي نقطعوهم على هذا الشكل، يعني قطع صغيره ما نفرموهمش، وغادي نوضعوهم في مقلة مع الزيت. المقلة اللي كنت مخليها كتسخن واحد شوية باش الدجاج، يعني من الأحسن ما نديروش في مقلة باردة. أنا نجهد دابا في العافية ونزيدو حتى التومة ونخليوها كتقلى مزيان مزيان، وطبعا نضيفو ليها كمية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، نحركو النار كيف قلت تكون مجهدة شوية باش الدجاج كيطيب، كيطلق الماء ديالو، كيطيب فيه دغيا وكيتحمر، يعني ضروري نوصلو انه يتحمر. ونمشيو نوجدو الخضار اللي غادي نحتاجو. هنا عندنا حبة ديال البصلة، ممكن نقطعوها شرائح، ممكن نقطعوها مربعات، يعني لكم الاختيار اللي بغيتو واش بغيو تحسو بها مع سباكيتي او لا. انا قطعتها مربعات صغار شوية، غادي نخليها على جنب ونقطع الفلفلة. بالنسبة للفلفلة فالاساس ديالها كتكون بالفلفله الخضراء ماشي الفلفله الحمراء، مي انا كان عندي غير طريف ديال الخضراء، الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء اعتذر، ما بقاتليش وغندير الفلفله الحمراء، ماشي مشكل، يعني نغيره شويه على الوصفه الاصليه مع اللي كيتماشى مع الظروف ديالنا والمتوفر عندنا. طبعا غنقطعها شرائح رقيقه وما نخليهاش طويله، نقسمها شويه، وانتوما وقطعوها كيف بغيتو. يعني ديك الفلفله دابا نزيدها في الاخر، وكيف قلت الفلفله خضراء هي اللي تستعملوا حبه، او ممكن تخلطوا بين الخضراء والحمراء. كناخذوا حبه ديال الجزر او جوج على حسب الرغبه، حيدوا لها القلب ونقطعوها شرائح رقيقه باش ما تاخذش لينا الوقت في الطياب. ممكن هذه الوصفه نزيدوا فيها المكور، ممكن نزيدوا فيها البروكولي، ممكن نزيدوا فيها القرعه، يعني ديروا الخضراء اللي بغيتو وزيدوها. يعني كيديروا فيها الملفوف اللي هو المكور، وكيزيدوا، انا هاد اللي درت الملفوف ما يبغيوش اكيد ياكلوا لي هاد السباكيتي، خصوصا انها من الوصفات اللي عزيزه عليهم بزاف، ما غنحرمهمش منها طبعا. فاكتفيت بهاد الخضار فقط. الدجاج ديالنا هو تحمر، غادي نزولو فوق المقله، وفي نفس المقله بلا ما نغسلوها غادي نوضعو اولا غادي نشحرو الخضار ديالنا. طبعا كنزيدو كميه من الزيت وكنوضعوها كامله مره واحده. ممكن الا كنتو زربانين، يعني بعض المرات كنديرها في الكوكوت مع الزيت وكنسد عليها على نار مهيله، كنلقاها دبلات بلا ما نحركها بلا ما والو، كنلقاها طلقت الماء كنعاود غير نحل عليها ونبقى كنشحر فيها حتى كتنشف، لان ما كنبغيهاش نحس بها هكا يعني خضره واحد شويه، كنبغيها تكون طايبه ودابله مزيان. كنتو كتبغيو تحسوا بالخضره مازال شاده راسها فغير في المقله، اولا تخليو لها الوقت الكافي حتى تطيب وتشحر. كنضيفوا الفطر، انا درت كميه قليله، ممكن ديروا فطر طري طبعا، تقطعوه تغسلوه وتقطعوه وتضيفوه، انا عندي غير المعلب كنغسلو تا هو وكنصفيه، وكمية قليلة من الزنجبيل، إلا ما توفرش ممكن نعوضوه بواحد المعلقة صغيرة مع مراش أو نص معلقة صغيرة من سكنجبير المطحون. هنا ما غنكثروش، ما كنبغيش نحس بالمذاق ديالو مجهد بحال كي مرر إلا كثرنا منه، فجد واحد المعلقة صغيرة ديال سكنجبير طري إلا توفر طبعا. صافي غنحرك ونضيف هذيك الكميه، يعني فليفله صغيره كانت عندي زدتها، قطعتها حتى هي شرائح طوال،
صافي، نحركو الكل ونغطيو عليها ونخليوها تطلق الماء ديالها وتطيب فيه على خاطرها. وفي هذه الاثناء تنحسو بها قربت تطيب واحد شويه، عاد كنديرو سباكيتي طيب. كان يعني كنغليو الماء طريقه كلشي كيعرفها، كنديرو كميه من الملح وشويه ديال الزيت وكنزيدوها حتى كيكون طبعا الماء غليان مزيان. ممكن ديروها باي نوع ديال لي بات بغيتو، وطبعا كتبقى سباكيتي احسن. هما كيديروا غالبا ديك اللي كتكون رقيقه رقيقه بحال ديال الاندومي. حنا من الاحسن نديرو سباكيتي اللي متوفره عندنا وموجوده وبثمن جد مناسب. صافي غادي نديرها وغنخليها تطيب حتى كنحس بها بدا يدخلها الطياب، يعني كنحتاجها غير واحد جوج دقائق كنطفي عليها وكنصفيها، ما نطيبوهاش بزاف. بالنسبه للخضر ديالي هي طابت مزيان، غطيت عليها وخليتها نار مهيله. زدت ملح، فلفل اسود، كذلك فلفل احمر، تحميره، ثم ضروري اننا نديرو كميه من الحار. انا درت هنايا الهريسه وكتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. ممكن صلصه حاره، يعني انا درت يعني على حسب متوفر عندنا، ماشي مشكل غير ديك النغمه ديال الحروره. ممكن تزيدوا كذلك صلصه الطماطم الا بغيتوا، شويه ديال الحموضه. هنا زدت صلصه الصوجة فهي ضروريه واساسيه في الوصفه. خواتي تيقول لك تتغلي يعني الوصفه كدي فيها صلصه الصوجة، فالبنات راه صلصه الصوجة رخيصه 10 دراهم، كاين نوع ديال 10 دراهم ومغربي، يعني كاين ديالنا صنع ديالنا و ثمن مناسب. تحليها تديري منها يعني تستعملي منها، سديها وخليها في الثلاجه حتى تشوفي تاريخ الصلاحيه ديالها انتهى، يعني كتبقى مده طويله وتدي لك وقت طويل، راه ما غالياش وكتعطي يعني اضافه زوينه بزاف ديال الاطباق. صافي زدت الدجاج كما لاحظتوا، درنا الدجاج زدناه عليه في الاخير وخلطنا كل شيء باش المذاقات كامله تنسجم وحتى داك الدجاج يتشرب صلصه الصوجة. بالنسبه ليا فانا عندي ثقيله هي اللي استعملت، ولكن من الاحسن الا كانت خفيفه في هذه الوصفه. الا كانت خفيفه فديروا حتى جوج معالق وثلاثه ماشي مشكل. كانت ثقيله بالنسبه ليا درت غير معلقه وحده فقط باش ما يجينيش الجهد ديالها، يعني عاطي اكثر من القياس. كناخذ من السباكيتي قبل ما نطفي عليها واحد المعلقه او واحد المغرفه كبيره عامره مزيان من داك الماء اللي سلقنا فيه. مباشره كنصفيها ونبردها ونضيفها مع الخليط، نخليها تكمل الطياب معاه. علاش نخليوها تكمل الطياب معاه؟ باش تشرب هذيك المذاق ديال الخضره وديال صلصه الصوجة وديال التوابل كامله. كاين اللي كيزيد فيها حتى ضماء ديال البنه، انا ما درتهاش خاصه بالدجاج، يعني الا عندكم ديروها الا بغيتو مذاق احسن ولكم الاختيار. صافي غادي نخلطهم من الاحسن نقلبها في الطاوله اللي سلقت فيها، لان هذه المقله ما استوعبتش، خصوصا انا درت 500 غرام ديال سباكيتي. يلاه كتجي هي هذيك، يعني شي حاجه اللي كيحماقوا عليها الاولاد بزاف تيبغيوها، يعني بعد ما كنديرهم في الغداء. يعني دابا حضرتها لهم الغداء نزولا عن الطلب ديالهم، تيفضلوها على اي حاجه اخرى. كنخلط وكنخليها تكمل الطياب مزيان. كاين اللي كيزيد لها النشا مع داك الماء ولا مع صلصه الصوجة، انا ما زدتهاش خليتها نشفت وانا كنحرك. صافي ونقدموها ونرشوها شويه بالمعدنوس من الفوق. نسيت يعني ما ذكرتش انني درت المعدنوس مع التوابل، وهذا شكلها عن قرب كتجي زوينه بزاف ولذيذه، ولا جربتوها كيف قلت غادي تعجبكم. نغيروا شويه من الاطباق ديالنا يعني ونبدلو. شكرا لكم بزاف على التشجيع وعلى الدعم، والى اللقاء في فيديو في وصفة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.